لو الحكايه فيها ان فيجو ايه رايك حضرتك في اسعار معرض اهل الملابس؟ اسعار مخفضه كويس يعني بالنسبه لبره مخفضه جدا ولا نسبه قليله؟ يعني كشكول سلك 60 ورقه كبير انا جايباه ب 13 جنيه امبارح من المكتبه، هنا لقيته ب 10 جنيه فرق معايا. لا كويس فيها بس بالنسبه معقوله عن بره. كام مثلا في الميه؟ يعني 15%. غالية جدا بصراحة، يعني زي بره؟ هو كل بره هنا واحد على فكرة، هنا في خصم بسيط بس، يعني مش حاسس كبيرة على الأسعار، يعني هي قربة لبره شوية، بس هي بوجه عام الأسعار غالية جدا عن السنة اللي فاتت.